بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين. اليوم يوم الأحد الثامن من شهر شوال في هذا المكان الجميل. للأسف بدأنا نشاهد مظهر من مظاهر العبث وانعدام الوعي واللامبالاة. أنا أجزم أن اللي ترك المخلفات هذه ما يجهلون هذا خطأ، يدرون هذا خطأ، والمكان هذا ملك خاص. يعني جزاهم الله خير أصحاب المكان اللي ما قفلوه نهائيا ومنعوا الناس من دخوله. لكن هذا المكان الجميل تأتي للأسف فئة عابثة غير مبالية، وما كلفوا أنفسهم يكسبون الأجر ويحافظون عظامة المكان ويشكرون صاحب المحل بإزالة المخلفات هذه. يعني البلدية طبعا لا يمكن تصل إلى الأماكن هذه إذا كانوا بيعتذرون البلدية هي اللي بتنظف الأماكن هذه. المكان هذا مسؤولية من جلس وأكل هذه الوجبات هنا وترك هذه المخلفات، والله إنهم آثمين على هذا التصرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. اللي يفسد ظل الناس وأماكن جلوسهم بالتخلي فيها بقضاء الحاجة أو أي تصرف من تصرفات الإفساد، هذا يستوجب اللعن، يخشى عليه من لعن الناس له، يخشى عليه أن تصيبه لعنة الناس. أنا سألت الشيخ علي زنباز الله يرحمه، رحمة الله عليه وقدس روحه وجمعنا به والدينا وأحبتنا في الدوس الأعلى، ترك علب البيبسي والمخلفات، وبنقلها لكم صوتية إن شاء الله في المقطع هذا، هل يدخل في حديث اتقوا اللاعنين؟ قال نعم. بالنسبة لشيخ الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، هل يقاس على التخلي يا شيخ رمي النفايات وقواطي البيبسي والزجاجات داخل في اللي يؤذي الناس؟ نعم. يعني أي إذاء يا شيخ؟ نعم نعم ما يجوز. في رسالة يا إخوان، إحنا الحين في بداية الصيفية الآن والمصيفين بدأوا يكثرون، وطبعا الخطأ هذا قد يكون من مصيف وقد يكون من صاحب مكان مقيم. رسالة إلى الجميع، نتعاون جميعا في إزالة المخلفات. ما يكلف شيء إنك تجمع كل المخلفات هذه في كيس وتأخذها معك وترميها في أقرب حاوية نفايات. ما تبرأ ذمتك بلف الكيس وضعه هنا تركه هنا، ما تبرأ ذمتك، لأن القروب تجي تنثره. لابد إنك تشيل هذه المخلفات، هذه المخلفات البلاستيكية، القصدير، كل هذه ما تتحلى بسنين طويلة جدا وتبقى أذى والله في هذا المكان. هذه رسالة إلى الأحبة جميعا، أن نتعاون جميعا في التناصح بيننا، حمل المخلفات وعدم تركها أبدا. وإذا رأينا من يمارس هذه الأساليب لابد أن ننصحه وننبهه، وأيضا ننشر مثل هذه الأشياء، لأن كثرة الطرق تلين الحديد إن شاء الله تعالى. الناس الحمد لله فيها خير الآن وفيها وعي وبدأوا يستجيبون وبدأوا يمتثلون، لكن لا زال هناك فئة شاذة لا تبالي وتعبث بمثل هذه الممارسات. عذرنا على الإطالة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.